السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم جميعا في اللقاء الحي الخامس لمادة مبادئ الاقتصاد الكلي، والتي اليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول فيها دراسة الناتج القومي الحقيقي والناتج القومي الإسمي، وبعد ذلك سوف نتناول المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد. بخصوص الناتج القومي أو المحلي الإسمي بالأسعار الجارية، هو القيمة النقدية الإسمية للناتج القومي أو الناتج المحلي مقوما أو محسوبا، مقوما يعني محسوبا بأسعار نفس السنة، أو بالأسعار الجارية يعني محسوب بأسعار نفس السنة. الآن بعد شوي نأخذ مثال توضيحي عشان نشوف كيف يعني محسوب في نفس السنة. أما الناتج القومي الحقيقي او الناتج القومي او الناتج المحلي الحقيقي اللي هو بين قوسين بالاسعار الثابتة، فهو الزيادة الحقيقية في انتاج السلع والخدمات. الان عشان نفهم الفرق بينهم لابد من اعطاء هذا المثال المبسط اللي ببين لنا قيمة الناتج المحلي بالاسعار الجارية، بالاسعار الجارية لمنتج معين في سنتين مختلفتين، سنة 1999 وسنة 2000، حيث نستطيع ملاحظة تأثير السعر على الناتج المحلي الإجمالي. ففي سنة 1999 كانت كمية المنتجة في البلد 4000 وحدة من سلعة ما، 4000 وحدة. الآن السعر في سنة 1999 لكل وحدة منتجة هو 4 ريال. أما في سنة 2000 فبقي الإنتاج كما هو، لم يتغير، بقي الكمية المنتجة من هذه السلعة لم تتغير، لم ترتفع ولم تنخفض، بقيت ثابتة اللي هو 4000 وحدة. فبالتالي لكن السعر هو الذي ارتفع من 4 ريال للوحدة إلى 6 ريال للوحدة. فبالتالي سوف نلاحظ أنه الناتج المحلي الإسمي بالأسعار الجارية كان في سنة 99 أضرب ضرب مباشر 4000 ضرب 4 ريال بيعطيك 16000 ريال. هذا الناتج المحلي الاسمي بالاسعار سنة 1999 بالاسعار الجارية لسنة 1999. الان نلاحظ انه القيمة الاسمية للانتاج في سنة 2000 هو 4000، انتج 4000 فضربنا ل 4000 وحدة بسعر البيع سعر 6 ريال، فكان الناتج المحلي الاسمي او بالاسعار الجارية لسنة 2000 هو 24000، ارتفع من 16000 الى 24000. لكن يجب ان تلاحظ ان الارتفاع هذا يعني للوهلة الاولى للناظر بدون تعمق الى الرقمين الانتاج في سنة 99 حينظر حيشوف 16000، القيمة 16000، ثم ينظر الى سنة 2000 حيجد ان القيمة اصبحت 24000، اي ان سوف يعتقد ان الانتاج ارتفع بقيمة 8000، لكن الانتاج الحقيقي لن يرتفع، اي ان البلد لن يزيد انتاجه من هذه السلعة. يعني إذا لو فرضنا هذه السلعة هي الحديد، فالبلد أنتج في سنة 99 4000 طن حديد، وفي سنة 2000 بقي إنتاجه من الحديد كما هو 4000 طن، لكن الذي تغير فقط السعر وليس الإنتاج الحقيقي، فإنتاج البلد الحقيقي بقي ثابتا. الفعلي انتاج البلد الفعلي من الحديد بقي ثابتا كما هو.
هذا التأثير، ارتفاع الإنتاج من 16,000 أو القيمة الإسمية من 16,000 إلى 24,000، هذا تأثير ارتفاع الأسعار وليس الكميات المنتجة من الحديد. برافو. فبالتالي زي ما أنا حتطلق في سنة 2000 الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أو الحقيقي بالأسعار الثابتة لسنة 99 هو 16,000. يعني أنا لو ضربت ال 4,000 تبع سنة 2000 بسعر سنة 99 بيبقى 16,000 كما هو. فالناتج الحقيقي في سنة 2000 هو 16,000 ريال، أي أنه لم يختلف نهائيا عن إنتاج سنة 99. بالتالي وأنا هعطيكم مثال مفصل بعد قليل، لكن قبل ما أعطيكم المثال المفصل بعد قليل ونحط فيه أكثر من سلعة، هنشوف إنه كيف يمكن القوانين اللي ممكن تستخدمها أنت تستفيد منها في حل أي مثال مستقبلا، كيف ممكن تحول الناتج القومي أو المحلي من أسعار جارية إلى الأسعار الثابتة عن طريق القانون الأول اللي هو الناتج القومي أو المحلي بالأسعار الثابتة يساوي الناتج القومي أو المحلي بالأسعار الجارية تقسيم قسمة الرقم القياسي الأسعار أو المخفض الضمني ضرب 100. وأيضا المخفض الضمني أو الرقم القياسي للأسعار الذي من خلاله يحسب التضخم في البلد، الرقم القياسي الأسعار أو المخفض الضمني الذي من خلاله يحسب التضخم في البلد هو الناتج القومي أو المحلي الإسمي بالأسعار الجارية مقسوما على الناتج القومي أو المحلي بالأسعار الثابتة ضرب 100. هدول هم القانونين الضروري كل واحد فيكم يحفظهم. فاللي بيحفظ القانون الأول أصبح سهل جدا يحفظ القانون الثاني، لأنه عملية عكس، بتعكس، بتحط الأحمر مكان الأسود والأسود مكان الأحمر، فالرقم القياسي صح ولا لا؟ أوكي. فهدول الرقمين مهمين جدا. الآن كيف الناتج القومي؟ بالطبع نحن حكينا شو يعني حقيقي وشو يعني اسمي. اسمي بالأسعار نفس السنة، أما الحقيقي بأسعار السنة الأولى، سنة الأساس. فأنت إذا بدك تحسب الناتج المحلي الحقيقي يجب أن تضرب الإنتاج في تلك السنة بأسعار سنة الأساس وهي السنة الأولى. فأنا عندما أريد أن أحسب الناتج القومي أو المحلي الحقيقي بالأسعار الثابتة لسنة 99 فأستخدم أسعار سنة 99، أوكي؟ فبضرب 4,000 مش في 6، في سنة 2000 أنتج 4,000، بضرب 4,000 في 4، فبيطلع أيضا الإنتاج الحقيقي أو الناتج الحقيقي في سنة 2000 ليس 24,000 وإنما 16,000، أي أنه لم يختلف، لأن البلد لم يختلف الإنتاج، الإنتاج بقي ثابتا في البلد بين سنة 99 وسنة 2000، فقط الأسعار هي التي اختلفت، ارتفعت من 4 ريال للطن أو للوحدة إلى 6 ريال للوحدة. فهذا تأثير السعر، أما الإنتاج الفعلي بقي ثابتا عند 4,000 وحدة أو 4,000 طن. طب عشان نفهم أكثر شو يعني ناتج قومي حقيقي وناتج قومي اسمي بالأسعار الجارية، رواب الزهراني أي نقطة بتحبي أعيد؟ أي نقطة بالضبط بتحبي أعيد؟ لأنه أنا حكيت أشياء كثيرة، بس أي نقطة بالضبط؟ القوانين هذه، الناتج القومي أو المحلي بالأسعار الثابتة، يعني شو يعني قوانين؟ يعني لو أعطاك مثلا
الناتج المحلي بأسعار الجارية لسنة مثلا 2017، وأعطاك الرقم القياسي للأسعار في سنة 2017، وطلب منك أو طلب منك توجدي الناتج الحقيقي أو اللي هو بالأسعار الثابتة، بالأسعار الثابتة اللي هو القانون الأول، فبتقسمي الناتج الإسمي بالأسعار الجارية على الرقم القياسي، وتضربه ب100 بيعطيك مباشرة الناتج بالأسعار الثابتة اللي هو الناتج الفعلي. كيف يجي السؤال يا سارة الحربي؟ هلا أنا حاطيكي مثال كيف بيجي السؤال؟ انتظر انتظر شوي. وأيضا الرقم القياسي أسعار، إذا كان عندك أعطاك في السؤال الناتج القومي أو المحلي الإسمي بالأسعار الجارية، وأعطاك الناتج القومي بالأسعار الثابتة، فبتقسم الاثنين على بعض تضرب 100 بيعطيك الرقم القياسي للأسعار أو المخفض الضمني. كيف بيجي سؤال عليها بالاختبار؟ هذا كالتالي. مثال: على افتراض أن لدينا اقتصاد ينتج سلعتين فقط، بالطبع اقتصاد ينتج عشرات السلع، ولكن للتبسيط للتبسيط بدنا نشوف كيف أن الاقتصاد ينتج سلعتين فقط حسب البيانات التالية. فلما فهم الجدول الأول حيفهم الآن من خلال الجدول هذا أو المثال التالي اللي انضم إلينا. في ناس عم تنضم متأخر وعم تحكي لي عيد، أنا عم بلاحظ في ناس عم تدخل الآن بعد مرور ربع ساعة على المحاضرة وبتطلب مني أعيد المحاضرة. بستطيعش أعيد، أعيد كامل ما بستطيعش. اللي بده يحضر المحاضرة منتهية بعد ما تنتهي المحاضرة بيحضر الجزء، بيحضر الجزء اللي ذهب عليه الربع ساعة، اللي دخل متأخر بيستطيع يحضر محاضرات منتهية. الآن المثال اللي بدي اعطيكم اياه الان دكتور الموقع ما سمح لنا ندخل على طول، مش مشكلة الان صح الموقع بجوز ما سمح لك تدخل على طول يا سمر، ما في مشكلة. كل ما عليك فعله الربع ساعة، الربع ساعة الاولى التي شرحت فيها الشريحة الاولى، تستطيعين بكل بساطة بعد انتهاء هذه المحاضرة تذهبين الى خانة اسمها المحاضرات المنتهية وتحضرين الربع ساعة الأولى فقط لا غير. أوكي؟ يعني ما يعني هذا السيستم موجود، تدخلين على محاضرات منتهية وتحضرين ما فاتك نتيجة أنه تأخرت عن المحاضرة أو نتيجة لم تستطيعي الدخول على المحاضرة. الآن مثال: على افتراض أن لدينا اقتصاد ينتج، لأنه أنا عفوا عفوا من الجميع، كل ما دخل طالب نصف ساعة متأخر أو ربع ساعة متأخر ويطلب مني أعيد الشريحة الأولى، يعني في النهاية رح أبقى في الشريحة الأولى. الآن على افتراض أن لدينا اقتصاد ينتج سلعتين فقط حسب البيانات التالية، الاقتصاد عندي ينتج سيارات وكمبيوترات، أنتج في سنة 2004 أربع سيارات، وأنتج في عام في نفس السنة كمبيوتر واحد. الآن سعر السيارة كان 10,000 دولار، أما سعر الكمبيوتر في سنة 2004 فكان 5,000 دولار. العام اللي بعده 2005 أنتج البلد خمس سيارات، أي ارتفع الإنتاج من أربع سيارات إلى خمس سيارات، وارتفع إنتاج الكمبيوترات من كمبيوتر واحد إلى ثلاث كمبيوترات. سعر السيارة ارتفع في سنة 2005 من 10,000 دولار إلى 12,000 دولار، أي ارتفع 2,000 دولار. أما سعر الكمبيوترات فبقي كما هو ثابتا كما كان في سنة 2004، 5,000 5,000، لم يتغير سعر الكمبيوتر بقي ثابتا، فقط ارتفع إنتاج الكمبيوترات من كمبيوتر واحد في سنة 2004 إلى ثلاث كمبيوترات في سنة 2005. الآن بطلب منك ثلاث أشياء: واحد، احسب الناتج المحلي الإجمالي
الاسمي بين قوسين يعني احسب الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريه اللي هو نومينال جروس دومستيك برودكت، واحسب ايضا الناتج المحلي الاجمالي الفعلي الحقيقي يعني بين قوسين له اسم اخر بالاسعار الثابته يعني اسعار سنه 2004، اسعار سنه 2004 اللي هو ريال جروس دومستيك برودكت. دكتور القانون الثاني موجود بالمنظمة عندي، خذيه هيو الآن موجود، هي أنا كتبته اكتبيه، مش موجود اكتبيه. على كل حال أنا هذه الشريحة اليوم بنزل لك إياها في منتدى أسهم المناقشات، اليوم هذه الشرائح أنزلها في منتدى أسهم المناقشات فبتخذيها اليوم إن شاء الله. طيب الآن اثنين، احسب أو هل حسب حساباتك ارتفع الناتج الحقيقي بين عامي 2004 و2005؟ وما هو معدل الارتفاع او معدل النمو في الناتج الاجمالي الحقيقي؟ ثلاثة، المطلوب الثالث، احسب معدل التضخم من خلال الرقم القياسي او من خلال اللي هو نفسه له اسم اخر او المخفض الضمني للناتج المحلي، لانه الرقم القياسي هو نفسه المخفض الضمني للناتج المحلي جروس دومستيك برودكت ديفليتر بالانجليزي. الان الحل، عشان احل الفرع الاول اللي هو عباره عن مطلوبين، اول شيء عشان احسب الناتج الاجمالي الاسمي بالاسعار الجاريه بفتح جدول رقم واحد، وشو بعمل؟ نفس الجدول الفوق، كم عمود عندي؟ عمود، عمودين، ثلاثه، أربعة، خمسة، شايفين؟ الآن هدول شو بعمل؟ باخذهم كما هم بنزلهم تحت، بفتح عمود جنبهم، عمود أخير جنبهم، عمود جديد، بكتب فوق جروس دومستيك برودكت الاسمي يعني الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. فشو بعمل؟ كم سيارة في سنة 2004 أنتجت أنا؟ البلد أنتج أربع سيارات. كم سعر السيارة في سنة 2004؟ 10,000، صح؟ بضرب، خليك معاي ركز، بضرب أربع سيارات في سعر السيارة 10,000، بضرب أربعة ضرب هي 10,000، شو بيعطيني؟ بيعطيني 40,000، 40,000. وبضرب كمبيوتر واحد ضرب سعر الكمبيوتر في سنة 2004 5,000، لا حد يكتب، فبيعطيني 5,000. بجمع الآن سعر الإجمالي تبع السيارات 4 ضرب 10,000 له 40,000، بجمعه للإجمالي تبع السيارات اللي هو 5,000، فبيساوي العمود الأخير 45,000 اللي هو 45,000 دولار. هذا بيكون الإنتاج المحلي الإجمالي الإسمي بأسعار الجاري لسنة 2004، ضرب وجمع، ضرب سعر السيارة بالكمية منتجة من السيارة في سنة 2004، سعر الكمبيوتر 5,000 في الكمية منتجة من الكمبيوترات في سنة 2004. موضوع جدا جدا بسيط. الآن بروح على سنة 2005 عشان أحسب الناتج المحلي الإجمالي اسمي بالأسعار الجارية لسنة يعني إنتاج السيارات مع السعر، برافو صحناها بكل بساطة. الآن لسنة 2005 الجدول الأول السطر الثاني زي ما تشوفين بضرب كم انتجت؟ انتجت خمس سيارات مش اربع سيارات، فبضرب خمس سيارات بضربها على الآلة الحاسبة بسعر السيارة الواحدة 12,000، فبيساوي كم؟ 60,000. بعدين بروح على الكمبيوترات، كم انتجت في سنة 2005؟ ثلاث كمبيوترات، بضرب ب 5,000 سعر الكمبيوتر بيعطيني 15,000. بجمع
ال60 ألف الإنتاج الكلي أو قيمة الإنتاج الكلي من السيارات زائد قيمة الإنتاج الكلي من الكمبيوترات بيعطيني التوتال 75 ألف دولار. زي ما أنت برافو يا سحر، ممتاز سحر. إذا عملية ضرب كل إنتاج سنة بسعره، السيارة بسعر السيارة، الكمبيوتر بسعر الكمبيوتر. لو كان عندنا سلعة ثالثة القمح، القمح في سعر القمح، أوكي، وهكذا. وبجمع بجمعهم لبعض وبيعطيني الإنتاج الكلي، الإنتاج الكلي أو اللي هو الإجمالي، الكلي يعني إجمالي، الإنتاج المحلي الإجمالي الإسمي في كل سنة بأسعار كل سنة لوحدها. رائع. هيك حلينا المطلوب الأول، الفرع الأول، الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بأسعار الجارية لكل سنة على حدة. ممتاز. المطلوب الثاني أو الفرع الثاني اللي هو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، الفعلي أو الحقيقي، الحقيقي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس. لما أحكي الأسعار الثابتة يعني بستخدم أسعار سنة السنة الأولى، ألا وهي هون 2004. يعني يا دكتور نضرب سعر السلعة في عددهم. برافو دنيا، كل سطر سعر السلعة في عددها ونجمع جمع مباشر، جمع مباشر إلى لمياء. أوكي الآن خليكم معي، بدنا نحسب الناتج المحلي الإجمالي الفعلي اللي هو الفرع الثاني من المطلوب الأول. شو بعمل؟ بسنة 2004 ما عندك مشكلة، كما فعلت في الجدول الأول تفعل في الجدول الثاني بخصوص السنة الأولى، السنة الأولى فقط لا غير. فبتضرب الأربع سيارات ب10,000 40,000 زائد كمبيوتر واحد في سنة 2004 ضرب 5,000 5,000، فبيطلع 45,000، لأنه هاي هي سنة الأساس. سنة الأساس نستخدم أسعار سنة 2004، فبضرب أربع سيارات في 10,000 40,000 كما فعلت في الجدول الأول، وبضرب كمبيوتر واحد في 5,000 فبيعطيني 45,000. الآن سنة 2005 ما يأتي بعد السنة الأولى، ما يأتي بعد السنة الأولى من سنوات، ما بضرب إنتاج هذه السنوات التالية بسعر هذه السنوات، وإنما أضرب أستخدم سعر سنة 2004 في الضرب. فبضرب في سنة 2005 عشان أحسب الناتج المحلي الفعلي، الفعلي الحقيقي، بضرب الخمس سيارات مش بسعرها ال 12,000 سنة 2005، لا، بسعر السيارات في سنة اللي قبلها، سنة الأساس ألا وهي 2004. فبضرب الخمس سيارات ب10,000 وليس ب12,000. أوكي؟ نحن أيوة، بالسعر الثابت، السعر الثابت لسنة الأساس ألا وهو السنة الأولى، سنة 2004. فبضرب خمس سيارات مش ب12,000 بسعر سنة 2004. كم السيارة كان سعرها في سنة 2004؟ لأنه بدي أثبت السعر. هون اسمه الفعلي، أوكي؟ فبدي أثبت السعر، اسمه ثابت، بأسعار ثابتة لسنة الأساس وليس الأسعار الجارية لكل سنة. فبضرب خمس سيارات ضرب السعر سنة 2004 10,000، فبيطلع عندي 50,000 كما كتبت عبير، 5 × 10,000 $50,000. وبروح بضرب الكمبيوترات 3 في سعر سنة 2004، هو ثابت 5,000 كما هو 15,000. الآن بجمع 50,000 زائد 15,000 بيعطيك 65,000. فلاحظ انت ايوه باقي 65,000. اذا الانتاج الفعلي انخفض، الانتاج الفعلي
الاسمي كان 75,000، لكن الفعلي الحقيقي هو فقط 65,000، هو فقط 65,000 وليس 75,000. الفرق ال 10,000، الفرق بين ال 75,000 اللي هو الانتاج الاسمي لسنه 2005 وال 65,000 الانتاج الفعلي لسنه 2005، هذا هو تأثير السعر، تأثير السعر، تأثير ارتفاع الأسعار. إذا هون هون عشان نفهم الكلام هذا، المطلوب الثاني سألك هل حسب حساباتك ارتفع الإنتاج الحقيقي بين عامي 2004 و2005؟ فأنا شو كتبت؟ نعم، ارتفع الناتج الإجمالي الحقيقي بين عامي 2004 و2005 بقيمة 20,000. ليش بقيمة 20,000؟ لأنه عندك هون ال 75,000 دولار هو الإنتاج. أنت ملاحظ كان اللي هو الجدول الثاني، لاحظ الجدول الثاني، الإنتاج المحلي الإجمالي الفعلي، الفعلي بسنة 2004 كان 45,000، أما بسنة 2005 فأصبح 65,000. إذا هو سألك هل حسب حساباتك ارتفع الناتج الإجمالي الحقيقي بين 2004 و2005؟ أكيد ارتفع. الحقيقي، الإنتاج الحقيقي ارتفع من 45,000، الجدول رقم 2، من 45,000 إلى 65,000. لاحظته؟ اللي هو الجدول الثاني، لأنه بيسألك هل حسب حساباتك ارتفع الناتج الإجمالي الحقيقي؟ إذا نعم، من 45,000 إلى 65,000 ارتفع زي ما كتبت أحلام، اللي هو 65,000 بسنة 2005 طرحناها، من السنة السابقة 45,000، فبيعطينا اللي هو 20,000. لاحظ كيف بدك تحسبها زي ما حسبتها الأخت أحلام الأطرش، كالتالي تفصيلا كالتالي. شو بتعمل؟ هو بتطرح هون، بدك تطرح الجديد، لانه بالانجليزي من اليسار الى اليمين شباب، من اليسار الى اليمين وليس من اليمين الى اليسار. الجديد اللي هو 2005 اللي هو تحته 65,000، بطرحه من القديم، انتاج الفعلي في سنة 2004 كان 45,000 اللي هو العمود الاخير في الجدول الثاني. عم باخذ الارقام من العمود الاخير في الجدول الثاني في الاسفل. عندك الانتاج في سنة 2005 الجديد 65,000، لاحظ الجديد 65,000، بطرحه من القديم 45,000 وبقسمه على القديم 45,000، فهذا هو معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي. فبطلع 65,000 ناقص 45,000، البسط 20,000 والقديم بيبقى 45,000، فبقسم 20,000 على 45,000 بيعطيك 44%، 44%. طيب في الإجمالي الإسمي ليه ما طلعنا معدل النمو؟ سألتني سؤال حلو نجود، لأنه ما طلب منك طلع معدل النمو. لو طلب منك السؤال احسبي يا نجود معدل النمو خليني أرجع للسؤال، لو طلب منك في السؤال رقم 2 هل حسب حساباتك ارتفع الناتج الإجمالي الإسمي، وليس حقيقي، بين عامي 2004 و2005 وما هو معدل النمو؟ في الحالة هاي شو حتعملي انت؟ حتطرحي 75,000 في الجدول رقم 1 العمود الاخير ناقص. شو حتعملي انت؟ حتطرح 75,000 لانه سألك الاسمي، ناقص 45,000 صح؟ الجديد ناقص القديم، وتقسمي، عمين؟ تقسمي على 45,000. ف 75,000 ناقص 45,000 شو بيعطيكي؟ 30,000 تقسيم 45,000 صح؟ رح تقسم 30,000 تقسيم 45,000، شو حيعطيني النتيجة؟ 2 على 3،
حيعطيكي 0.667 هيك، يعني 76.6%، صح؟ اذا حيكون ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بقيمة 67%، 67.6% تقريبا، 68%، 68%. لكن هو سألك على الناتج الإجمالي الحقيقي، هل ارتفع؟ الحقيقي، الحقيقي ارتفع لكن ليس ب 67%، ارتفع 44%. فالفرق، سؤالك رائع، الفرق بين 67% ناقص 44.4% هو هذا الفرق بين 67.6% ناقص 44.4% هو اللي هو 23%، يساوي 23.2%. هذا هو فرق الأسعار، فرق الأسعار، ارتفاع الإنتاج نتيجة ارتفاع الأسعار. زي تماما، هعود الآن إلى الشريحة الأولى شباب، خليكم معاي. زي تماما هون في الشريحة الأولى، الإنتاج الفعلي، الفعلي في، لو بدي أحسب الفعلي الحقيقي في سنة 2000 ليس 24,000، بضرب 4,000 في سعر سنة 99، فبضرب 4,000 في 4 بيبقى 16,000. أي أن لو سألك هون، لو سألك هل حسب حساباتك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في سنة 2000 مقارنة بسنة 99، تكتب له لا، لن يرتفع وإنما بقي ثابتا كما هو. برافو. ليش؟ لأنه بسنة 2000 لو ضربت 4,000 في سعر سنة 99 حيعطيك 16,000. 16,000 الإنتاج الحقيقي في سنة 2000، والإنتاج الحقيقي في سنة 99 أيضا 16,000، إذا بقي ثابتا، لا لم يرتفع. الإجابة على السؤال الشريحة الأولى لا لم يرتفع، لكن في الإجابة على السؤال الشريحة الثانية كتبنا نعم ارتفع الحقيقي بين عامي 2004 بقيمة 20,000 دولار، ألا وهو الفرق بين الجديد 65,000 ناقص 45,000، 20,000، ومعدل النمو هو 20,000 تقسيم القديم 45,000 اللي هو 44%. برافو حمود، درجة التذبذب بينهما، صحيح، نسبة التغير بينهما، كلامك سليم يا حمود، نسبة التغير بينهما، كلامك سليم. آخر سؤال وهو تطبيق على القوانين أو القانون اللي أعطيتك إياهم، ذاكرين القوانين الاثنين اللي أعطيتك إياهم تحت؟ فهون سألك السؤال الأخير، احسب معدل التضخم من خلال الرقم القياسي أو المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي. فالآن لازم تحسب المخفض الضمني في سنة 2004 وفي سنة 2005، وبعدين زي ما عملنا فوق نطرحهم من بعض ونشوف النسبة. فهون سألك شو هو الرقم القياسي للأسعار او المخفض الضمني، بدك تحط القانون الثاني، هيو خلينا نرجع على الشريحة الاولى، بدك تحط الرقم القياسي، القانون الاخير هيو، يساوي الناتج القومي او المحلي الاسمي بالاسعار الجارية لسنة مثلا لسنة هناك 2004 على الناتج القومي المحلي الاسمي بالاسعار الثابتة لسنة 2004. بعدين بنروح مرة ثانية نحسب الناتج القومي او المحلي الاسمي بالاسعار الجارية لسنة 2005 على الناتج القومي او بالاسعار الثابتة لسنة 2005 ضرب 100. خليكم معي، خلينا نشوف كيف بدنا نعملها تطبيقا. الرقم القياسي اسعار حطينا قانونه، اخذناه من الشريحة الاولى ووضعناه مرة اخرى. الان كيف بدنا نحسبه لسنة 2004؟ شو تعريفه لسنة 2004؟ شو تعريفه؟ تعريفه هو الناتج القومي او المحلي بالاسعار الجارية لسنة 2004. بروح على الجدول الاول، فالناتج المحلي الاجمالي الاسمي الجدول الاول 2004 كم؟ 45,000. 45,000 بمسكها وبعوضها في فوق في المقام، تقسيم
بالاسود الناتج المحلي بالاسعار الثابته لسنه 2004 لنفس السنه لسنه 2004. بروح على الجدول الثاني العمود الاول سنه 2004 كم الحقيقي؟ برضو برافو ساره 45,000 صح. السطر الاول مع السطر الاول للجدول الاول مع السطر الاول للجدول الثاني، واحد في البسط واحد في المقام. فبقسم 45,000 على 45,000 بيعطيك واحد. واحد ضرب 100 100، 45,000 واحد، واحد ضرب 100 100. الان بروح بحسب بنفس الطريقه سنه 2005 الرقم القياسي للاسعار في لسنه 2005 هو يساوي الناتج المحلي الاسمي بالاسعار الجاريه باسعار سنه الجاريه لسنه 2005 اللي هو الجدول الاول. الجدول الاول 2005 كم كان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي؟ 75,000. وكم كان الناتج الاجمالي الفعلي 2005؟ 65,000. فبقسم ال 75,000 على 65,000، برافو عليكم، بضربه ب 100، برافو عليكم. فبقسم زي ما انتم شايفين 75,000 على 65,000 بيعطيك 115، بضربها ب 100 بيعطيك 115. فبقسم 75 على 65 وبضربها ب 100 بيعطيك 115. الان كيف بدك تحسب النمو او التضخم، النمو في الاسعار؟ نفس الطريقه اللي حسبت فيها النمو في الناتج المحلي الاجمالي. دائما اي نمو في الدنيا، نمو الاسعار، نمو الارباح، نمو السكان، النمو السكاني، اي شيء في نمو، نمو الانتاج، نمو اي شيء في الدنيا، تحسبه الجديد ناقص القديم على القديم، دائما وابدا الجديد ناقص القديم على القديم. فزي ما كتب حمود الجديد سنه 2005 هو الجديد 115، نطرح منه القديم. مين القديم؟ سنة 2004 هي الأقدم، السنة الأقدم 2004 اللي قبلها. فبطرح 115 الجديد ناقص القديم تبع سنة 2004 100، وبقسم على القديم 100، فبيطلع معك على الآلة الحاسبة، بتطلع معك هيك الرقم على الآلة الحاسبة 0.15، هيك حيطلع معك على الآلة الحاسبة، هيك حيطلع معك. هذا يكتب أيضا، يكتب أيضا 15 هيك، نفس 15 يكتب هيك، اما يكتب 0.15 او 15%، نفسه يقرا 15%. اوكي، اذا ارتفعت الاسعار او ارتفع التضخم في البلد بين سنه 2004 و 2005 بمقدار 15%، ارتفعت الاسعار. اوكي، فهذا هو. الان اي واحد عنده سؤال خليه لنهايه المحاضره، انا حجاوبك على اي واحد عنده اي استفسار خلي لي اياه في نهايه المحاضره، لانه اريد ان احنا متاخرين. حعيده، اي واحد عنده سؤال يحتفظ فيه، ححكي انتهت المحاضره، اللي بده يغادر يغادر، واللي بده يطرح اي سؤال يبقى معي في نهايه المحاضره يحكي. طيب القانون ثابت، هذا قانون ثابت اكيد اكيد. الان بدنا ناخذ المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكنزية. شو المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد شو حكت؟ والمدرسة الكنزية في الاقتصاد شو حكت؟ الآن أهم شيء تحفظوا القوانين يا شباب، أهم شيء تحفظوا القوانين، تكونوا حافظين القوانين، أهم شيء القانونين. طيب بالطبع لازم تعرفوا إنه في المدرسة الكلاسيكية هاي كانت سائدة في القرن التاسع عشر والقرن بداية القرن العشرين، وهي بتنص هاي المدرسة على أن قوى السوق الحر قادرة على تحقيق التوظيف الكامل بدون تدخل الدولة، بدون أي تدخل للدولة في الاقتصاد. لكن حدوث الكساد العظيم في أمريكا وأوروبا في بداية القرن العشرين في سنة 1929 واللي استمرت لغاية 1933
أثبتت فشل هذه النظرية، فجاءت على أنقاضها النظرية الكنزية. الآن مفهوم ومبادئ النظرية الكلاسيكية، ريوف إمبيري، الاختبار، ما تخافي الاختبار، الاختبار حيكون سهل وبسيط، وأنا حأتعمد يكون الأسئلة مباشرة للطلاب لكي ينجح في هذا الفصل أكبر عدد ممكن من الطلاب. عليك تدرسي تدرسي وتنتبهي، لأنه بدون دراسة مش هتنجحي، فما تخافيش من الاختبار. بدي أطمنك حيكون اختبار مباشر سهل، وتابعي معي إحدى اللقاءات، إحدى الاختبارات التجريبية اللي بعقدها عشان نفهم، لأني بعطيكوا بعض الأشياء المهمة. الآن خلينا نكمل شغل، خلينا نروح نشوف مفهوم ومبادئ النظرية الكلاسيكية. مفهوم ومبادئ النظرية الكلاسيكية، أول مبدأ بيقوم عليه أو مفهوم بيقوم عليه النظرية الكلاسيكية هي القوى الحرة، قوى السوق الحرة. تؤمن هذه النظرية بترك قوى العرض والطلب، قوى العرض والطلب تعمل دون تدخل من الدولة في النشاط في الاقتصاد. ليش؟ لأنها تؤمن أن آلية الأسعار أو آلية التفاعل، تؤمن أن تفاعل قوى العرض والطلب سوف تعيد دائما وأبدا التوازن للاقتصاد عندما يحصل اختلال في الاقتصاد، اختلال أن يزيد العرض على الطلب أو أن يزيد الطلب على العرض. فآلية الأسعار أو قوى العرض والطلب تفاعلها بحرية مطلقة سوف تعيد التوازن مرة أخرى إلى الاقتصاد. إذا هي تؤمن بمبدأ الحرية المطلقة، مبدأ الحرية المطلقة، لأنه لازم تعرفوا أن المدرسة الكلاسيكية هي مدرسة النظام الرأسمالي الحر، مدرسة النظام الرأسمالي الحر الذي يؤمن بالحرية الاقتصادية المطلقة، ويؤمن أيضا بالملكية الفردية. أوكي، المفهوم الثاني اللي بيقوم عليه هذه النظرية الكلاسيكية هو قانون سي للأسواق، قانون سي للأسواق الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب أو يولد الطلب، بمعنى أن كل ما سوف ينتجه أو يبيعه أو يعرضه المنتجون والبائعون من سلع وخدمات سوف دائما وأبدا يجد من يشتريه ويطلبه، فبالتالي لن يوجد هناك أي فائض في الإنتاج، لأن كل ما سوف تنتجه الشركات في البلد سوف يجد من يشتريه، فلا يوجد فائض في الإنتاج، أي أنه لن يوجد اختلال في الاقتصاد، لن يكون هناك عرض أكبر من الطلب، فدائما الطلب يساوي العرض، إذن هناك دائما توازن. طيب الربح أكيد هدف الإنتاج في الاقتصاد، في الاقتصاد الرأسمالي أو في نظام الاقتصاد الرأسمالي هو الأرباح، صحيح. الآن الله يعافيك يا ليلى، إذا عندك محاضرة تصحيح غادري وتحضري آخر خمس دقائق من هذه المحاضرة مسجلة في المحاضرات المنتهية. الآن النقطة الثالثة، حتى لو احتجز يعني سي ينكر، لا سي لا ينكر النظرية الكلاسيكية، سي هو اقتصادي تابع، هو اقتصادي كلاسيكي تابع للمدرسة الكلاسيكية، احد منظري النظري المدرسة الكلاسيكية، اوكي، وليس ينكرها، لا ينكرها، من ينكرها المدرسة الكنزية، حنأخذها بعدين المدرسة الكنزية، أوكي؟ لا ينكرها، لا. شكرا سيد سبيل على المداخلة. الآن النقطة الثالثة بتحكي النظرية الكلاسيكية أنه حتى لو احتجز جزء من الدخل على شكل ادخار فهو لا يعتبر تسرب،
بل اعتبره الكلاسيك نوع من الانفاق ليس في الحاضر وانما في المستقبل. لماذا؟ لان كل ما تدخره انت الان سوف تقوم عادة باستخدامه او استثماره في المستقبل. فكل ما يدخر اليوم هدفه استهلاك انفاق في المستقبل. فما ادخره اليوم هدفي اشتري فيه شقة بعد سنتين ثلاث. اذا هذا هو. اوكي، ما في اي مشكلة يا احمد، المهم تكونوا فاهمين الموضوع. هذا الاخير ما فهمته، ما فهمتش. كاتبة رنا النملة، ما فهمت السؤال. زيادة، ما فهمت السؤال بالضبط، شو زيادة؟ على كل حال عيد سؤالك رنا عشان اجاوب عليه. اوكي، فالادخار ما يدخر اليوم ينفق غدا، فبالتالي الادخار بتحكي النظرية ان كل المدخرات سوف تحول في النهاية إلى استثمارات مستقبلية. ما يدخر اليوم لا يعتبر تسرب، لا يعتبر تسرب، وإنما ما يدخر اليوم هو إنفاق مستقبلي. أنت تدخر اليوم لكي تشتري شقة، أنت تدخر اليوم لكي تشتري ليموزين مستقبلا، أنت تدخر اليوم لكي تنفق إذا في النهاية سوف ينفق، فسوف تتحول المدخرات إلى استثمارات. آخر شيء اليوم حاعطيكم اياه هذه الشريحه، كان مفروض اعطيكم هذه الشريحه والشريحه هذه وهذه، لكن لضيق الوقت سوف اكتفي في ثلاث شرائح اخرى، سوف اكتفي بهذه الشريحه اللي هو الشريحه الثانيه، سوف اكتفي فيها اليوم. الان عليكم تعرفوا انه الدخل في النظريه الكلاسيكيه يذهب بشكل عام إلى جزئين، أنا سبق شرحتها. الدخل يذهب جزء منه تنفقه أنت، جزء من دخلك من راتبك تنفقه على شراء السلع والخدمات، وجزء آخر تنفقه على الذي لا تنفقه يذهب إلى الادخار. هذا كلام حكيناه. فالسي هو الاستهلاك consumption، والاس هو السيفنج الادخار. هذا اخذتوه في مبادئ اقتصاد جزئي كلكم بتعرفوه. الدخل يذهب الى جزئين، جزء يذهب الى الانفاق على السلع والخدمات اللي هو الاستهلاك، وما يتبقى من راتبك بتتركه في البنك كمدخرات كودائع. ممتاز. الان عند عدم تساوي الادخار، لو حصل اختلال عدم تساوي الادخار اللي هو الاس سيفنج مع الاستثمار الاي الانفستمنت، النظريه الكلاسيكيه بتحكي ان سعر الفائده الذي يتناسب طرديا مع الادخار وعكسيا مع الاستثمار سوف يعيد حاله التوازن الاقتصاد. بجد تسالني كيف؟ لانه لازم تعرف كيف يعيد التوازن. انت بتعرف انه هاي النظرية تؤمن بالحرية المطلقة وعدم تدخل الدولة، وان قوى العرض والطلب الحرة تفاعلها مع بعض يعيد دائما وابدا التوازن للاقتصاد، بغض النظر عن اي سوق تتحدث، سوق العمل او سوق السلع والخدمات او سوق النقود. طبعا انت تعرف، خليك معاي لأن التحليل مهم. المدخرات أو الادخارات التي توضع في البنوك كودائع أو حسابات توفير، هذه المدخرات ما هي إلا عرض للأموال. والاستثمارات ما هي إلا طلب على الأموال. لماذا؟ لأنه أنت عندما يزيد ما يزيد من دخلك يذهب كمدخرات في البنك. رجال أعمال المستثمرون يطلبون قروض من البنوك، يطلبون الأموال المودعة مني ومنك في البنوك، فيقوم البنك الوسيط المالي بأخذ الأموال
المعروض من الأموال ويعطيها لمن يطلب الأموال المستثمرون، فيحول الأموال إلى استثمارات، يحول فالمدخرات عليك تعرف ما هي إلا عرض المال، والاستثمارات ما هي إلا القروض. الاستثمارات هي القروض التي تطلب من قبل رجال الأعمال من البنوك لإقامة المصانع والمشاريع في البلد. إذا الأموال أو النقود تعامل معاملة أي سلعة. السلعة اعتبر الأموال أو النقود هي سلعة الطماطم. عرض الأموال هي المدخرات، هو عرض الطماطم. الطلب على الأموال أو القروض التي تطلب من البنوك هي الطلب على النقود أو الطلب على سلعة الطماطم. سعر الفائدة هو سعر النقود، سعر الفائدة اسمه الآي، هو سعر النقود مثل سعر الطماطم. سعر الطماطم هو سعر السلعة، والنقود اعتبرها سلعة تطلب وتعرض، ممتاز. لكن سعر السلع، سعر النقود بعتبره بسميه سعر الفائدة. الآن صار احتلال، الادخار، مدخرات الناس صارت أكبر من الطلب على الأموال، أو أوكي، فالمدخرات زادت كانت أعلى، يعني عرض الأموال أكبر من الطلب على الأموال، يعني الادخار أعلى من الاستثمار. اختل التوازن في الاقتصاد، لأن التوازن في الاقتصاد يتحقق عندما يكون الادخارات تساوي الاستثمارات، يعني عرض الأموال يساوي الطلب على الأموال، زي التوازن في سلعة البطاطا. سلعة البطاطا يتحقق التوازن عندما يكون الطلب على البطاطا يساوي عرض البطاطا أكيد، أو الطلب على الطماطم يساوي عرض الطماطم. الآن اختل التوازن، صار عرض الأموال المدخرات أعلى من الاستثمارات الطلب عليها. كيف تعود التوازن الاقتصاد؟ لما يصير عرض الأموال أعلى شو بصير؟ ينخفض سعر الأموال. أنت بتعرف لما يصير عرض البطاطا المعروض من البطاطا، من سلعة البطاطا كبير مقارنة بالطلب على البطاطا، شو بصير بسعر البطاطا؟ بينخفض. فالسعر الفائد، سعر النقود سوف ينخفض نتيجة زيادة المدخرات على الاستثمارات. لما ينخفض شو بصير؟ لما ينخفض سعر البطاطا أو الطماطم يرسل إشارة إلى المستهلكين أن يطلبوا أكثر من هذه السلعة، صح؟ لأنه انخفض السعر. لو أنت تعرف يوجد علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة من تلك السلعة. فلما يزيد عرض المدخرات اللي هي عرض الطماطم زاد، سعر هذه السلعة الأموال أو النقود انخفض. شو بيصير؟ المستثمرين رجال الأعمال بيشوفوا سعر النقود انخفض، فبيزيدوا الطلب، لأنه بيزيدوا الطلب على النقود لأنه سعرها منخفض. أوكي، تكلفة الاقتراض انخفضت من البنوك فبيقترضوا أكثر. لما يزيد الطلب على الأموال بتزيد الاستثمارات فيعود التوازن الاقتصاد. برافو، هذا هو التحليل. والعكس صحيح، لو الاستثمارات زادت الاستثمارات زادت فاختل التوازن، فلما يزيد الاستثمارات يعني زاد الطلب، فسعر الفائدة اللي هو سعر النقود يزيد لأنه زاد الطلب، ولما يزيد شو بيصير؟ وهكذا نفس النظام، عملية عكسية، اعتبرها سلعة بطاطا وتطبق عليها نفس النظام. فالتحليل هو نفس التحليل لكن بطريقة عكسية. فمرونة الأسعار وأجور الفائدة تعيد دائما وأبدا اللي هو التوازن الاقتصاد لاعتقادهم بحد استخدام الشامل الناجم عن هذه المرونة. أوكي، فدائما وأبدا، يعني مثلا سوق العمل، لو اختل التوازن في سوق العمل، آلية الأجور، لأنه أنت العامل مثل أي سلعة، المعروض من العمال والمطلوب من العمال، الشركات تطلب العمال والعمال يعرضون خدماتهم للشركات،
في عرض العمال هو عرض الطماطم، والطلب على العمال هو الطلب على سلعة الطماطم، اعتبروه سلعة العامل. فلو زاد عرض العمال اختل التوازن الآن، صار العرض أكبر من الطلب. فكيف يعود التوازن؟ عن طريق قوى العرض والطلب التي تتفاعل بحرية. كيف؟ لما يزيد عرض العمال زاد عرض الطماطم، شو بيصير بسعر العمال اللي هو اسمه أجر العامل؟ شو بيصير بأجر العامل؟ صح، ينخفض يا سحر، ينخفض أجر العامل لأن عرض العمال كبير مقارنة بالطلب. فعرض البطاطا كبير في السوق مقارنة بالطلب على البطاطا، فينخفض سعر البطاطا، ينخفض أجر العامل، أو سعر البطاطا ينخفض. لما ينخفض سعر العامل الشركات شو حتعمل؟ صار تكلفة العامل عليها قليلة، فتزيد الطلب على العمال. لما يزيد طلب العمال يرتفع الطلب، يرتفع الطلب، يرتفع الطلب، حتى يصل إلى مستوى العرض، وهكذا يعود التوازن في الاقتصاد مرة أخرى. ممتاز. إذا بغض النظر عن السوق، سوق العمل أو سوق النقود أو سوق السلع والخدمات، فآلية الأسعار أو مرونة الأسعار ومرونة الأجور ومرونة أسعار السائدة دائما وأبدا وتفاعل قوى العرض والطلب بشكل حر يعيد دائما وأبدا التوازن للاقتصاد بشكل تلقائي. طيب ممتاز. إذا فهمنا كيف الطريقة بشكل مبسط كيف يعود التوازن في الاقتصاد. انتهت المحاضرة الآن، وسوف أترك آخر سلايدين لغدا، اللي هو سهل جدا، فرضيات نظرية، اللي فاهم اليوم بكرة إعادة للنقاط اللي أخذناها اليوم. إعادة العرض يخلق الطلب، الحرية، المرونة، سيادة المنافسة، كل اللي ملخص، يعني ملخص ما تحدثت فيه في الشريحتين السابقتين. لا مش بكرة، سوري مش بكرة، يوم الأحد إن شاء الله، آسف، يوم الأحد القادم بنكمل الشريحتين، فرضيات النظرية الكلاسيكية، فرضيات النظرية الكلاسيكية والتوازن الكلي في الاقتصاد حسب النظرية الكلاسيكية إذا الله راد. طيب يعطيكم ألف عافية. حنزل شرائح اليوم، أنا كان مفروض اليوم أنزل الشرائح، لكن في التهيت ببعض الأسئلة وبعض الأشياء، فلكن اليوم هلأ الآن مباشرة بعد هاي المحاضرة تابعوني، بعد ربع ساعة بتلاقوا اللي شرحناه موجود معكم في المنتدى أسئلة ومناقشات. دلال كيف طلعنا 15% بالآلة اللي هو خلينا 15%. عرفت وين سؤالك، خليك معي ارجع لها. مش عجز السعر السائد هنادي، عجز مش ع... ليس سعر السائد ما هو عجز، العجز ليس سعر السائد، انما في السوق يعني عجز او وفر في السوق او عجز في السوق، يعني العرض اكبر من الطلب او الطلب اكبر من العرض، يعني اختل التوازن في الاقتصاد. التوازن في الاقتصاد هو الطلب يساوي العرض. اذا صار العرض اكبر من الطلب اختل التوازن، او صار العكس، الطلب على السلعة او على النقود او على العمال اكبر من العرض اختل التوازن. فهمت علي؟ الملخص شفته، انا رديت على احدى الطالبات، في واحدة نزلت ملخص لسارة، بعرفش اذا انت نزلتي، الله عافيكي، لكن انا جاوبت على، قلت انه يعتمد ما في مشكلة. اوكي، بس انتوا كمان تبعوا معي لانه مهم جدا تفهموا. هاي كل اليوم حضر، انا متأكد انه فهم، يعني لو ما فهمش 100% على الاقل فهم 70%، بيستطيع مرة اخرى يعيد المحاضرة مرة اخرى ويفهم اكثر. في واحدة سألتني عن 15% كيف طلعتها، خليني اجاوبها في البداية. ال 15% بالآلة الحاسبة، بتروحي على الآلة الحاسبة، لازم يكون معك آلة حاسبة،
اول شيء بتكتبي بالآلة الحاسبة 115 115، اخر شيء اللي هو بتكتبي من اليسار الى اليمين، لان هذا بالانجليزي، تكتب 115 بتحطي ناقص 100، ف بيعطيكي لو كتبتي يساوي، بتعطيه يساوي، حيعطيكي شو؟ حيعطيكي الرقم 15. بعد ما يعطيك الرقم 15 بتقسمي الرقم ال 15، تقسميه بتحطي قسمة 100 وبتحطي يساوي، فحيعطيكي هذا الرقم كالتالي، اوكي 0.15. هيك هيك طلع الآلة الحاسبة، هيك طلع بالآلة الحاسبة ناتج السنة الحالية. برافو برافو حمود، اللي هي 2005 ناقص السنة اللي قبلها تقسيم 100، اللي هو رقم قياسي لسنة 2005 ناقص الرقم القياسي لسنة 2004 تقسيم القديم 100 تبع 2004. كيف؟ اذا بدك اياه بالمية هيك، هو حيطلع معك الرقم كالتالي دلال 0.015، هيك طلع معك. فكل ما عليك تعلو اذا بدك تحولي الى 100 بتحطي 0.15، وفاء حجاوبك خليكي معي 15، بتضربيه بتعمليه ضرب 100، بتضربيه هيك ضرب 100 وبتعطيه يساوي، بيعطيكي 15 ضرب 100 بيعطيكي ايش؟ 15 هيك. فبتحطي جنبها 15 وتحطي هي الاشاره بالمية. فهمت علي؟ الان لا ما بصدش انزل الشرائح يا مين سالني؟ الطالب يحيى حامضي او حامضي، ما بصير انزل شرح كامل. عارف ليش؟ انا اليوم اجريت بعض التعديلات على الشرائح اللي شرحتها، فالتعديلات بجريها، في بعض التعديلات مرات بجريها على بعض الشرائح، فما بستطيع انزل الا بعد ما اجري التعديلات. فالان بعد ما اخلص المحاضره واجريت التعديلات، لانه هون الشريحه هون لو هون في سنه 2000 هاي الناتج كذا كذا، هذا اضفته اليوم، انا اضفته اليوم واضفت المعادله الثانيه اليوم، يعني الشرائح القديمة مش موجود فيها في سنة 2000 كذا كذا، وآخر شيء الرقم القياسي مش موجود فيها، أنا أضفتهم أضفت أوكي. فبعض الأشياء أنا قمت بإضافتها، وأيضا أضفت هون يا شباب، أضفت في رقم 2 أضفت بعض الأشياء، فلو تروحوا على السنة السابقة مش هتلاقوا الجديد ناقص القديم على القديم، هذا أنا أضفته. فأنا ما بستطيع أنزل الشرائح إلا بعد ما أكون عامل التعديل وأنزل لك إياه أبديتد ابديتد بالنسخه يعني الاحدث، ما بنزلك بالنسخه الاقدم، انا بنزل بالنسخه الاحدث. الان في مين سالني 2000؟ في واحد او بنت سالتني 2000، خليني اشوف شو اسمها. اماني، وفاء، وفاء. طيب المثال الاول يرتفع الناتج الاجمالي بقيمه 20000، كيف طلعتها 20000؟ لانه سالك رقم 2، خليكي معي. هل حسب حساباتك اللي هو حساباتك في رقم 1، حسب حساباتك او في رقم 1 ارتفع الانتاج الاجمالي الحقيقي بين 2004 و2005؟ اوكي، سالك الانتاج الحقيقي، انت حسبت الانتاج الحقيقي بجدول رقم 2 صح؟ جدول رقم 2 هيو مكتوب الناتج الاجمالي الحقيقي الفعلي، حسبتيه بجدول رقم 2. بيسالك هل سنه 2005 ارتفع مقارنه بسنه 2004؟ هل فعلا ارتفع؟ اطلعي بنظره بسيطه يا وفاء على سنه 2004، كان الناتج المحلي الاجمالي الفعلي كم؟ 45000. بنظره بسيطه على 2005 كم اصبح الناتج الاجمالي الفعلي في سنه 2005؟ 65000. اذا نعم ارتفع من 45000 الى 65000. اذا ارتفع لو بكم قيمه الارتفاع؟ اطرحي القديم
الجديد 2005 اللي هو 65000 من القديم، صح؟ زي ما مكتوب هون. طرحناهم من بعض، اطرحي 65000 ناقص 45000 ارتفع بقيمة 20000، فهمتي؟ اللي هو العمود آخر شيء الجدول 2، اطرحي 65000 ناقص 45000 بيطلع 20000. أرجو إنك تكوني فهمتي. طيب دكتور، دكتور المبدا الثالث من مبادئ المدرسه الكلاسيكيه ما فهمته، هلا بشوفه، خليك معي خليك معي. مها مها شو بتسال مها؟ بس مش قادر اقرا النمو سنه 2004. 2004 هي القديم صح، و2005 هي الجديد، صح 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 صح، هذا كلام سليم صح مظبوط. الجديد 2005 والقديم 2004 صح. وزي ما حكى حمود في زر بحاسبه 100% كمان، لو ضغطت عليه بيطلع. كلامك سليم يا حمود. اوكي الان مع السلامه يحيى، الله معك. نعم كانت محاضره زمان، لكن احنا قاعدين بنجاوب على الطلاب. في واحدة سألتني المبدأ الثالث بالشريحة، بديش أنسى، مرات بنسى أنا، بس بحاول أتذكر المبدأ الثالث. خليني أشوف وينه، رنا، رنا النملة. المبدأ الثالث من مبادئ المدرسة الكلاسيكية ما فهمناه، ما فهمته، اللي هو حتى لو احتجز جزء من الدخل على شكل ادخار فهو لا يعتبر تسرب، مش هذا هو يا رنا؟ بس بدي أتأكد، أتوقع هو هذا الكلام. رنا معي انت؟ طيب هل هو بحكي لك يعني حتى لو احتجز جزء من الدخل، انت عارفه انا بالشريحه اللي بعدها، خليك معي، حكيت انه الدخل له وجهان يذهب الى جهتين، دخلك راتبك جزء منه تنفقيه على الاستهلاك، بتاكلي وبتشربي وبتشتري ملابس وبتشتري وبتعبي بنزين والى اخره. سي، ما تبقى يا رنا من دخلك من راتبك يذهب الى، يبقى في البنك كمدخرات لك يمكن تستخدميها في المستقبل. فهنا النظريه تحكي ان ما ان هذا لا يعتبر تسرب خارج دائره التدفق الدائري للدخل اللي اخذناها سابقا، لا يعتبر تسرب خارج دائرة التدفق الدائري للدخل، وانما سوف يأخذ البنك تلك الاموال المدخرات التي هي موجودة لدي على شكل حسابات توفير وحسابات ودائع، سوف يأخذها البنك ويقرضها لما لاصحاب الحاجه الى التمويل، اللي هم يريدون ان يشتروا ليموزين، يريدون ان يقوموا مصنع، يريدون ان يقوموا باي مشروع. اوكي، فسوف يقوم البنك باخذ تلك المدخرات ويحولها الى استثمارات عن طريق منح القروض، فيمنحها كقروض، ياخذ من ما من 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 اصحاب القدره على التمويل اللي هم المدخرون لدى البنك، ويعطيها لأصحاب الحاجة إلى التمويل الذين هم مقترضون من البنك. إذا لا تعتبر تسرب. ففي النهاية كل ما يدخر يتم تحويله عن طريق الوسيط المالي ألا وهو البنك، يحول هذه المدخرات إلى قروض استثمارات تستخدم مرة أخرى، تدخل مرة أخرى إلى عجلة الاقتصاد كاستثمارات، فهي لا تعتبر خروج من دائرة التدفق لأنه موجودة داخل الجسم الاقتصادي، موجودة داخل الجسم المالي اللي هي البنوك التي تشكل جزء من الاقتصاد. عشان هيك قلنا الاكتناز يعتبر ظاهرة مرضية، أما الادخار يعتبر ظاهرة صحية، لأن الاكتناز لا توضع الأموال في البنك وإنما تؤخذ وتوضع تحت الطاولة أو توضع تحت الحصيرة، فتخرج دائرة التدفق، تخرج من دائرة التدفق
للاقتصاد. اما المدخرات التي توضع في البنوك فهي سوف يقوم البنك باخذ هذه الاموال وتحويلها الى استثمارات مره اخرى عن طريق منح القروض. وظيفته الاساسيه للبنك هو منح القروض. ارجو انك تكوني فهمتي. طيب شكرا للجميع، وعفوا عفوا لاي تقصير. ارجو الجميع يتابع معنا دائما، نحن اي اسئله بنجاوب عليها برحابه صدر. طيب نلتقي يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، فإلى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.